Get us more tea. We're not done talking yet. What? It's what he wants. Trust the wolf. That's the point! This is the United Kingdom. Do you think anyone walks around worried that they're gonna get blown up? Well, now they do. Al-Qatala is a household fucking name. We need to coordinate with the other groups. Paris, Moscow, Munich. Soon. Where the hell is that tea? Jess! The hell is she doing in there? Attacking Russia's the wrong move. Won't that encourage you to align? We'll be fighting everyone. You know I do. But this operation failed, so why are we doing this? We were supposed to have double the body count. It's all over the flipping telly. Mark, what's going on? What do we do? They're here! Get your gun and go to the bedroom! Shut up, do as I say! Hide in the bathroom, get the shotgun! Stay in front of me, understand? Don't fucking move! They're coming! What do you need me? Get your weapon! Listen! What? I can't see! Oh shit! Fucking hell! Oh shit! The hallway! The kitchen! The front door! The hallway! In the kitchen! The front door! Derek? You get him? You fuckers are gonna die here! Just like your mate in Piccadilly! I got Hartz in here! You're gonna kill her too! Call to them! Do it! Say you don't want to die! Bastards! I will not betray the wolf. Come on, just let me go. They're here. Let me go. موتوا يا كلاب! ارحلوا! ما مرحب بوجودكم هون! راح تندموا! استسلموا أو موتوا! نبت الدين! اطلعوا لبرا! اتركونا بحالنا! احموا الديب! بدي اقلع لك عيونك! اللعنة عليك! Give us the wolf! Where is he? Tell me, where is he? اللعنة! We want the wolf! Give him to us! Where is the wolf? Tell me now! في واحدة تانية! أوصوا! شايفك يا جربوعة! يا بنت الكلب! كمشتك! لقائدنا! 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 للقائد! للقائد! قائدنا! 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 هنن هون! هناك! في اثنين في الغرفة المجاورة! انتبهوا وين عم تقوصوا! لا تقوص عليه! أوصوا! أوصوا! ضربوا الهاون! ضربوا الهاون! ضربوا الهاون! ضربوا الهاون! رح أقتلها! رح ألعن أبو اللي جابها! كمين! 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 احتموا رشيد! احتموا رشيد! كمين! عم نتعرض لهجوم! أوصى عليهم! حمزة مات! عند الشارع! عند الشارع! حمزة! محتاجك هون جنبي! جينا هون! ديري بالك عليهم روحي! ما مرحب بوجودكم هون! بعد عن عائلتنا! جهزوا حالكم! مضطرين يفوتوا من هون! ما شايفون! هنن بالغرفة الثانية! ارمش علي! انت مش جاهز حالك! لساتهم جايين! جهزوا المدفع الرشاس! اسوهم كلهم! ابروا هالكلاب! ما حل ما هنن! راح يقتلكم كلكم يا اولاد الكلب! تعوا تعوا لعند الديب! ما في هالتاني! ما في هذا التاني! ما في هالتاني! يا شرموطة! رح تموتوا هون! موت! اسمعني هلا، روح على غرفة النوم! نحن مين نخاف مين نموت! كب كل شيء بزبالة، بعدين بالفرامة، هلا! كب كل شيء بزبالة، بعدين بالفرامة، هلا! متأكد؟ الأعداء لازم يموتوا!
حصرناكم! موت يا محتل! موت يا حيوان! يلعنك! ما من رهيب بوجودكم هون! ما مرحب بوجودكم هون! هذا هو كل البنزين. طيب خلينا نروح، الدخان عم بيزيد. هنن هون! شايفهم هون! صاروا هون! يلا يلا! شش! اسمع! أمريكي! بدي إلالك عيونك! يا أمريكي! بدي شافك شافة شافة! شايف واحد! هدي واحد! بدكم تقتلوني؟ إلعن أبوكم يا أولاد الكلب! راح تموتوا هون! في حدا هنيك! صاروا هون! هنن بالأنفاق! جهزوا أسلحتكم استعدوا! عاطف! جايين لهون! جهزوا حالكم! يلا لشوف! روح! نبه التنين! خليني أقربوا! العمى! تعوا هون! ما مرحب بوجودكم هون! ارحلوا! معلمي! الأعداء بالزروبة! والديب والسفاح كمان! تحيا القتلة! يحيا القتلة! ها؟ شو عم بيصير؟ كم واحد هناك؟ ما بعرف! طفت الكهرباء! رايح أشوف شو قصة! انقطعت الكهرباء! راح أشوف شو قصة! طفت الكهرباء! راح أشوف علبة الكهرباء! ما عاد سمعنا من المجموعة الأولى! بأي منطقة كانوا؟ خلينا نروح هنيك نشوف شو القصة. كانوا عند الكنيسة. ماشي يلا نروح. جماعة الساحة لسه ما ردولنا خبر. خلينا نروح هنيك لنشوف شو القصة. تتوقع في شي صاير؟ أبو سعير قدي بدك لسه؟ امتى آخر مرة حكينا مع جماعة سعير؟ ما عم يرد هلأ. تلت ساعة؟ هنن مع الرهائن عند المسبح. في شي؟ خلينا نروح نشوف شو القصة. الشباب بالكنيسة ما عم بيردوا، ما بنعرف لسه شو صار معهم. خلينا نشوف الوضع بالكنيسة بالأول. نفس الوضع مع الشباب بالساحة، في شي غلط. صلاح، سمعنا صوت أقواس بالكنيسة، رحينا نشوف الوضع. ماشي يا أخي، بعدها شفنا الوضع بالساحة، شبابنا ما عم يردوا. فريق الكنيسة ما عم يردوا على اللاسلكي. ماشي، خلينا نروح على الكنيسة من هون. شباب عند البركة ما ردون لخبر. فريق الكنيسة تعرض للهجوم، يلا نروح. رح نلف ونرجع لهم، المهم روحوا على الكنيسة. شو مشين البركة؟ جماعتنا ما عم يردوا. فينك تتواصل مع الجماعة يلي بالساحة؟ في شي غلط، لازم نروح على الساحة. لا، الشباب بالكنيسة ما عم بيردوا كمان. من هون سمعت صوت أقواس جنب الساحة. شوف الساعة بالأول، يلا كان. شو مشين الكنيسة؟ الشباب ما عم يردوا. حدا سمع خبر من أبو سعير؟ ما عم بيرد، في شي غلط، إلا ما يكونوا حاولوا يتصلوا وما سمعنا. ما عم بقدر اتواصل مع الفريق عند المسبح. من هون سمعت صوت أقواس جنب الساحة. شوف الساعة بالأول، يلا كان. لا، عند المسبح هجمونا. سمعتوا من وين جاية هالأصوات؟ خلينا نروح هنيك. كأنه جاي من الكنيسة. هجموا على الساحة، لازم نروح هنيك فورا. ما بعرف إلا ما يكون حد زمط منا. كيف صار هيك؟ من هون سمعت صوت إقواس بمنطقة المسبح، ما عم يرد، لازم نروح هنيك فورا. اتصل بجماعة زاهر، شوف إذا عم يتعرضوا لهجوم. هدوء تام هون، قديه بده هدير لسه لا يخلص. ما شايف شي هون، شو بدكن مني ساوي؟ أخي بتصور قتلناهن كلن، ما في شي هون. أنا منيح، ما في شي هون أخي. كم واحد قتلت أخي؟ هدوء تام هون، هدي بده هدير لسه. ما شايف شي هون، شو بدكم مني ساوي؟ أخي بتصور قتلناهم كلهم، ما في شي هون. أنا منيح، ما في شي هون أخي. كم واحد قتلت أخي؟ هدوء تام هون، لإمتى رح يطول هدير لسه؟ ما شايف شي هون، شو بدكم مني ساوي؟ أخي بتصور ماتوا كلهم، ما ضل شي هون. أنا منيح، ما في شي هون أخي. كم واحد قتلت أخي؟ أحمد، شفت شني هنيك؟ لساته عم يدور، طول بالك لسه. دير بالك أخي، هدور ما فرقة معون، بتخبوا وين مكان، بأكد لك هالشي. رشيد، هات نشوف، عطينا التقرير. أربعة بس، هالحيوان حامين جاب أكثر من 10. هدوء تام هون، قدي بده هدير لسه لا يخلص. ما شايف شي هون، شو بدكن مني ساوي؟ أخي بتصور قتلناهن كلن، ما في شي هون. أنا منيح، ما في شي هون أخي. كم واحد قتلت أخي؟ هدوء تام هون، هدي بده هدير لسه. ما شايف شي هون، شو بدكم مني ساوي؟ اخي بتصور قتلناهم كلهم، ما في شي هون. انا منيح، ما في شي هون اخي. كم واحد قتلت اخي؟ هدوء تام هون، لإمتى رح يطول هدير لسه؟ ما شايف شي هون، شو بدكم مني ساوي؟ اخي بتصور ماتوا كلهم، ما ضل شي هون. انا منيح، ما في شي هون اخي. كم واحد قتلت اخي؟ جماعتنا عند البركة ما عم يردوا، خلينا نشوف شو الوضع عند البركة. ولا فريق الكنيسة عم يردوا. منطقة البركة تحت الهجوم، لازم نروح هنيك. يلا على البركة، يلا حركوا حالكم. هلا صرنا بمشكلة الكنيسة والمسبح سوا، شو لازم نعمل؟ ما عم قادر اتواصل مع الشباب عند المسبح، لازم نفهم شو صاير. خلينا نروح على منطقة المسبح. الشباب الساحة ما مردوا كمان. صوت قواس جنب المسبح، خلينا نروح إلا ما يكون حد زمط منا. خلينا نروح على المسبح. ضربوا الساحة كمان. لك شو عم بصير؟
لقيت شي؟ هدير لقى غرفة مفولة على السطح. إذا لقيت مفتاح أو شي لازم يعرف. لا ما في شي. خلصوا من المساجين شي؟ ليش لهلا ما خلصوا من الاستجوابات؟ إن شاء الله ما يكونوا مقضينا تسلية. لا أخي ما بهم، خلينا عم ندور. شو عم بيصير؟ هدير لقى ثلاث طباط، الواحد منهم عنده معلومات مفيدة إلنا. في كمان هون بعرف شو عم يساوي. لح يحكوا. ما في شي هون ولا شي، ما بيحملوا شي. ابن الكلب ما في شي على عاد. هاي مفاجأة، هدول ما فيهم شي. ماشي تمام هيك، خليني نكبهم. بعد ما نكبهم دبرلنا شوية بنزين. بس يشموا ريحة رفقاتهم عم ينشووا رح يغيروا رأيهم. مثل هدول رح خبر هدير. خلينا نعمل لفة تانية، بكير لسه عم نشتغل عليهم. اكبش له ايديه. بدك الامور تمشي اسرع. شو استفدنا هلا بعد ما يفضوا معدتهم بالاول؟ شو راح يصير لهم بعدين؟ خلص هدير من المساجين، فينا نبيعهم. جماعات التانية مستعدين يدفعوا على كل روسي. ماشي اخي لازم نتحرك، باركوف جاي كرميلهم. لقيت شي؟ هدير لقى غرفة مفولة على السطح. اذا لقيت مفتاح او شي لازم يعرف. ما فينا، يمكن الروس مخبيين شي مهم. ولا شي، ما بيحملوا شي. بس استخدم المتفجرات. اللمبات صار لهم شي، ما عم اقدر ارجع شعلهم. سيدي في حدا نزل القاطع، شكله معلق. انطفت الكهرباء هون، ما عم اقدر ارفع القاطع. خليك مركز، فتح عيونك منيح. ماشي يا اخي، دير بالك على حالك عنيك. ماشي دير بالك يا اخي، انطفت الكهرباء هون، القاطع معلق. استخدموا البيال تبعكم، دير بالك اخي. هدول ما فيهم شي. خلصنا، اكيد في شي هون. الدعم هون، التعزيزات هون، الدعم جاي هلا، الدعم جاي فورا. بعثوا لنا شباب زيادة لهون، نحتاج دعم عند الكنيسة فورا. الساحة عم تتعرض للهجوم، ابعتوا التعزيزات. عم يقوصوا علي جنب المسبح، ابعتوا لنا تعزيزات فورا. بعثوا تعزيزات للمسبح، لعدوا هون. بعثوا تعزيزات للكنيسة، عم نتعرض لهجوم، محتاج تعزيزات عند الساعة فورا فورا. بعثوا تعزيزات للكنيسة، عم يقوصوا علي، لازم ندعم عند برج الساعة بسرعة. عم يقوصوا علي جنب البركة، بعثوا التعزيزات هلا. الدعم على الطريق، جايين عندكم. نحن على الطريق يا اخي، رايحين هنيك فورا. يسوي حلو عنا. ما في شي هون. لك وينه؟ ممكن تكون باي محل. ما عم لها شي، حدا شاف شي؟ اللعنه، لازم يحكي مع هدير. رح نضل هون كل هالليله المعتة، ما في شي هون، الغرفه فاضيه. لقيت شي؟ لك عم ندور في 100 ارنب هالمحل. طلع لهنيك وشوف، نحن لسه عم ندور هون. بتصور لقيته ولا شي؟ طلعت مخربط. لا يا اخي ما لقيت شي ولا بهي غرفه حتى. خلصونا بقى، حدا يلاقي. ايه رح فتش هلا، حدا طالع على الطابق الثالث. يا ابن الكلب انتوا ثلاثه تعالوا معي. ماتوا كتير من بالعتبه، الوقت عم يخلص. هدير الدو ما راح يمنع هالابن الكلب من القتل، الوقت عم يخلص يا هدير. اخيرا صار عنده دور. هدير بيعرف انه الوقت ضيق، لازم نقتل هالشبح كرمال نمنحه الوقت ليلاقينا المخبر. هدير بيعرف انه الوقت ضيق، رح نقتل هالكلب وهدير رح يلاقي لنا المخبر. هدير وصلنا لهون ونحن اقرب من اي وقت مضى، ما في حل تاني. مع الوقت كل شي راح يبين. خلاص هلا وقعد عاقل. امتثك بهالزلمه كتير ولا حدا تاني. والديب والصفاح كمان. فريرها ان تعرض للهجوم، الاعداء بالمنطقه ديروا بالكم. فريرها ان تعرض للهجوم، الاعداء بالمنطقه. فريرها ان تعرض للاصابات، ديروا بالكم يا جماعه، ما نال حلنا. فريرها ان تعرض للاصابات، ركزوا منيح، الاعداء بالمنطقه. العدو هجم، امنوا مناطقكم، عم نتعرض لهجوم. ما بعرف، ما شايف شي. مو الرهائن، اكيد في حدا تاني ورا الموضوع. ما شايف حدا، ما في حدا هون. وينك؟ بعرف انك متخبي هون. ما في حدا هون. ما بعرف، ما شايف شي. مو رهائن، اكيد في حدا تاني ورا الموضوع. ما شايف حدا، ما في حدا هون. Where are you? I know you're out there. ما في حدا هون. ما بعرف، ما شايف شي. ما من المساجين، هاشي تاني. ما شايف حدا، ما في حدا هون. وينك؟ بعرف انك متخبي هوني، ما في حدا هون. فاري تاني تعرض للهجوم، ليك شو عم بيصير هنيك؟ فاري تاني انضرب، ما في حدا داير باله هالرهائن؟ فاري انضربوا، يلي ما يكون في جيش كامل هنيك. فاري تعرضوا للهجوم، هذا يعطيني التقرير.
ما بعرف، ما شايف شيء. مرة هاي أكيد في حدا تاني ورا الموضوع. ما شايف حدا، ما في حدا هون، ما في حدا هون. ما بعرف، ما شايف شيء. مو رهائن، أكيد في حدا تاني ورا الموضوع. ما شايف حدا، ما في حدا هون، ما في حدا هون. ما بعرف، ما شايف شيء. ما من المساجين، هاشي تاني. ما شايف حدا، ما في حدا هون، ما في حدا هون. وين صرنا بالاستجوابات؟ شو عم يصير مع الرهائن؟ أبو سعير، خلصنا من الرهينة بقى، بدنا نمشي الأمور. أبو سعير سامعنا شي؟ خلص أبو سعير من الاستجواب؟ ليش ما عم يحكوا المساجين لسه؟ شو اللي معصلج القصة؟ كيف استجوابات ماشية؟ ليش طولت استجوابات هالقد؟ أبو سعير، أدي بدك لسه؟ أبو سعير، رد علينا. شو معلم؟ إجيك خبر من أبو سعير ولا لسه؟ أدي بده هدير لسه؟ لازم نروح. كيف الوضع مع الاستجوابات؟ خلصوا من المساجين شي؟ أبو سعير، فهمتوا شي من السجين ولا لسه؟ أبو سعير، أنت هونيك أخي؟ حدا سمع خبر من أبو سعير؟ ما عم بيرد، ليش لهلا ما خلصوا من الاستجوابات؟ إن شاء الله ما يكونوا مقضينا تسلاية. لسه ناطرين المجموعة الأولى يردون الخبر، المجموعة الأولى ما عم يردوا، خلينا نشوف. ما رد لسه. كيف الوضع مع الاستجوابات؟ ليش طولت الاستجوابات كل هالقد؟ أبو سعير، أديه بدك لسه؟ أبو سعير، رد علينا. شو معلم؟ إجاك خبر من أبو سعير ولا لسه؟ كيف استجوابات ماشية؟ ليش طولت استجوابات هالقد؟ أبو سعير، أديه بدك لسه؟ أبو سعير، رد علينا. شو معلم؟ إجاك خبر من أبو سعير ولا لسه؟ كيف الوضع مع الاستجوابات؟ خلصوا من المساجين شي؟ أبو سعير، فهمتوا شي من السجين ولا لسه؟ أبو سعير، أنت هونيك أخي؟ حدا سمع خبر من أبو سعير؟ ما عم بيرد. خسرنا التواصل مع فريق الرهائن التاني. شو عم يصير؟ الفريقين تبع الرهائن ما عم يردوا. شو بدك يانا نساوي؟ ما أجانا خبر من فريق الرهائن التاني. في شي غلط. إذا في حدا هون راح لاقيه. مفهوم؟ ما إن بقدر تواصل مع فريق الرهائن. في شي صاير؟ ما عم يردوا علي الفريقين. شو عم يصير؟ الفريقين ما عم بردوا. معقول يكون في هجوم؟ شو عم يصير هون؟ ليش ما عم بيردوا؟ ماشي يا أخي. إجيكم خبر من جماعة الاستجواب؟ اثنين منهم ما عم يردوا علي. إجيكم خبر من جماعة الاستجواب؟ الفريقين ما عم يردوا. الفريقين تبع الاستجواب ما عم يردوا. صار شي؟ في شي غلط. إلا ما يكونوا حاولوا يتصلوا وما سمعنا. لا تاكل هم، رح نلاقيهم. يمكن يفيروا صهربانين. دير بالك يا أخي، انتبهوا، يمكن يكونوا صاروا عنا. رح نبعت الشباب يشوفوا شو القصة. الفريقين ما عم يردوا، خايف يكونوا الرهائن هربوا. خسرنا التواصل مع فريق الرهائن الثاني. شو عم يصير؟ الفريقين تبع الرهائن ما عم يردوا. شو بدك يانا نساوي؟ ما اجانا خبر من فريق الرهائن الثاني. في شي غلط. مفهوم؟ ما ان بقدر تواصل مع فريق الرهائن. في شي صاير؟ ما عم يردوا علي الفريقين. شو عم يصير؟ الفريقين ما عم بردوا. معقول يكون في هجوم؟ ماشي يا اخي. اجيكم خبر من جماعة الاستجواب؟ اثنين منهم ما عم يردوا علي. اجيكم خبر من جماعة الاستجواب؟ الفريقين ما عم يردوا. الفريقين تبع الاستجواب ما عم يردوا. صار شي؟ لا تاكل هم، رح نلاقيهم. Is this what you want? You cannot keep track of your own killing instruments. Where is the lab? Get up! I can do this all night. All you have to do is tell me where Barkov is. I want the location! Give me the location! You will tell me! We know about the chemical weapon your people made. Where is it? Look at me. Where is the man you work for? Where is it? Where is it? Go ahead. Keep lying. You're only making things worse. Bad move, you piece of shit. I'm going to beat you to death even after you give me the location. Idiot! You have a few more ribs I can break. Where is the lab? موت يا حيوان! حصرناكم! You will bleed as our children have bled! And your blood will carry our message to the world! Give him to us! Tell me, where is he? Where is he? شايفك يا جربوعة! رز انصاب! ما ضل حدا على الرشاش! دعسوه! ادعسوه! دعسوا هالكلب! دعسوه دعس! شايفه! 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 وقف الشحنة! هو هون! شايفه! سمعت انه اخذنا رهائن، برأيك فينا نوثق فيه؟ طيب وين هنن هلأ؟ قديه بدهن ليستخرجوا هالمعلومات منن؟
كل ما ضلينا هون أكتر كل ما كانت المخاطرة أكبر. أبو سعير طيب ماشي هدير. لا ثلاث باط الواحد منهم عنده معلومات مفيدة إلنا. الزلمة بكرة الروس أكتر منا يا أخي. أو تحسن لك تشتغل مع دوك اللي بتعرفه عند المسبح عند الكنيسة وبالساحة قدام باب. أبو سعير متكفل بالقصة. طيب شغلت عشر دقايق طفت الكهرباء رايح أشوف شو قصة. ماشي أخي بسرعة ما بدي ضل كل الليل هون. طيب وينه؟ شو شرطون شاطر. ماشي هلأ لقيلنا شي مفتاح أو أي شي لنفوت لجوه. ها؟ شو عم بيصير؟ العمى في شي غلط روح شوف شو فيه. هذا عمي قول انه بيشتغل لباركوف قال فيه غرفة آمنة وبيتمنى لنا التوفيق للدخول فيها. شو؟ لازم نقول لي هدير؟ طيب اخي الضو انطفى ما بعرف انطفى لحاله. طيب اخي بالمركز شرق شمال شمال شرقي شمال شرق موقعك الى الجنوب جنوب شرقي جنوب غربي غرب تقريبا هون من بعيد قريب 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 بالنص 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 من بعيد من بعيد صوبوا لفوق صوبوا فوق 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 على اليسار على اليمين جندي هنن بالطابق الارضي هنن بالطابق الثاني هنن بالطابق الثالث في واحد على البلكون هو عند البرميل في واحد عند البراميل عدوا ورا الحاجز هليك ورا حاجز الاسمنت روح على الحمام هو جنب التخت في واحد بغرفة النوم عم يفوت ويطلع بين البنايات هنيك جنب البناية هو هنيك شايف واحد عند الباص في واحد بين الشجرات انتبه عند هديك السيارة عدو عند السيارة السوداء في عسكري عند السيارة الزرقاء هنيك عند السيارة الزرقاء عسكري جنب السيارة الخضراء عسكري جنب السيارة المادية هو عند سيارة الشرطة عسكري جنب السيارة الحمراء عدو عند السيارة الفضية شايف واحد عند السيارة البيضاء هنيك على الممر هو جنب الكرسي ليكو جنب الكنباية عسكري بالساحة عند الصندوق أوصو هنيك عند السلادية أخي العدو عم يتحرك جنب المكتب العدو بغرفة الأكل انتبهوا على هداك المدخل هنيك عند الحاوية هنيك عند المدخل هنيك هو برا بالحائل ديروا بالكون عدو بالعشب في عدو بالمدخل عسكري عند البيت اخواني شايف واحد جوا عسكري بالمطبخ عدو بالجنينة حركة عند سيارة البيك اب في عدو عند هداك العمود عدو عند الزريعة هنن عند الحرف عدو بالشارع العدو على السطح ديروا بالكون هو عند الانقاض شايف واحد عند كياس الرمل في واحد على الرصيف شايف واحد على الدرج في عدو عند الشارع جنب الطاولة اوصوا عند الزبالة هو عند سلة الزبالة عدو عند الشجرة في واحد عم يتحرك عند الغابة في واحد جنب هديك الشاحنة هنيك جنب الشاحنة المدمرة في واحد جنب هديك الشاحنة في واحد جنب هديك الشاحنة شايف واحد عند الفان عدو على الشباك الطابق الأرضي الطابق الثاني الطابق الثالث على البلكون جنب البرميل لك البراميل ورا الحاجز حاجز الأسمنت الحمام جنب التخت بغرفة النوم بين البنايات عند البناية جنب الباص عند الشجرات عند السيارة عند السيارة السوداء جنب السيارة الزرقاء جنب السيارة المدمرة عند السيارة الخضراء جنب السيارة الرمادية جنب سيارة الشرطة جنب السيارة الحمراء عند السيارة الفضية جنب السيارة البيضاء على الممر جنب الكرسي جنب الخزانة جنب الكنباية بالساحة عند الصندوق جنب الصناديق عند المكتب غرفة الأكل جنب المدخل عند الحاوية جنب المدخل برا بالحائل بين العشب بالمدخل عند البيت جوا المطبخ بالجنينة عند البيك اب عند العمود عند الزريعة عند الحرف على الشارع على السطح عند الأنقاض جنب كياش الرمل جنب الرصيف عند الدرج بالشارع جنب الطاولة جنب زبالة عند سلة زبالة عند الشجرة بين الشجر جنب الشاحنة جنب الشاحنة المدمرة عند الفان على الشباك الطابق الأرضي ايه صوبته الطابق الثاني ايه صبته الطابق الثالث ايه صبته ايه هنيك شايفه ديروا بالكم على البرميل يمكن ينفجر البراميل ايه اتركوا لي اوس اخي لا تخليه يتحرك الحاجز ما راح يحميه الحمام ايه اخي ايه التخت غرفة النوم ايه اخي تحركوا بيشو هديك البناية هنيك شايفه ايه جنب الباص شايفه اوس اوس على الشجرات ليكو هنيك دير بالك على السيارة اخي السيارة السوداء شايفه انا كمان ايه السيارة شايفه اوصوا عليا اقتلوه شايفه السيارة الخضراء اوس ايه السيارة الرمادية هو هنيك اوصوا السيارة شعلوها ايه السيارة الحمراء اخي اوس اوس السيارة الفضية شايفه ايه السيارة البيضة شايفه اوصوا على الممر ايه الكرسي الخزانة ايه اخي ايه الكنباية بالساحة ايه اخي جيبوا اجلوا السنادي ماشي المكتب ماشي مفهوم اخي المدخل ايه يا اخي اقتلوا كبوا جوا الحاوية لا تخلوه يهرب ليكوا برا اوصوا الحائل ايه اخي بالعشب شايفه بالمدخل اتركوا لي لكليكو عند البيت البيت شايفه هو هنيك ايه المطبخ شفته انا كمان بالجنينة شايفه ايه البيك اب
اوصوا اخي، صوب على العمود اخي، اوش الزريعة اخي، الحرف ايه اخي، ايه الشارع شايفه، السطح شايفه، هنيك رح نبرو، عندك ياس الرمل ايه اخي، ايه الرصيف شايفه، الدرج ماشي، الشارع اخي اوس، الطاولة ايه اخي، الزبالة احسن محل لكلب مثله، فرجوا شو بنعمل بالجرادين، ايه هاديك الشجرة اخي اوس اخي، خليه ينبر هنيك، لك الشاحنة اوس على الشاحنة، اوصوا عليا اقتلوه، ايه الفان لك شايفه شايفه شايفه، خليكم من بطحين، اجتاحوا منطقتنا صاروا عنا، قوم يا اخي العدو قدامنا، العدو قريب، الاعداء جايين، مسافة متوسطة بالنص شايفين، عساكر على مسافة متوسطة هنيك، شايفين من بعيد هنيك، من بعيد صوب منيح يا اخي، اطلعوا هنيك مسافة بعيدة، ليكن هنيك فوق، صوبوا لفوق، ليكن هنيك فوق، صوبوا لفوق، ليكن هنيك فوق، صوبوا لفوق، هنن فوق، صوبوا لفوق، هنن فوق، صوبوا لفوق، هنيك يا اخي شايفون، ليكن هنيك اوصوا، شايف عدو واحد، جنود العدو عم يتحركوا، جنود بالخلا، عم برمي امبلة عامية، عم ارمي قنبلة، اطلعوا بعيد، امبلة انبطحوا، مولوتوف صواريخ، موت يا ابن الكلب، عم ارمي زجاجة حارة، لازم خرطش، غطوني غطوني، تحركوا يلا، اوصوا خليهم بحفرون، اوصوا اخي مات، اخي مات، ما رح نوقف، راحت عليكم وكل شي غالي عالكم رح يولع، روحوا لعند امهاتكم، مالكم محل هون، رح حتى روسكم، الغرب رح يتعلم، ما منخاف منكم، مستعد موت بس كرمال اتبعكم بيدي، ايه اخي حاج توس علي، شايفون انا كمان ما شايف شي، متأكد مروحية جاية، ما عند بابة صبتوا، ضربت المروحية، دمرنا دبابتكم، منطقتي امنة، منطقتي امنة، فهمت شو الوضع عندك، ما في أثر إلن هون أخي، ما في أثر إلن هون أخي، ما في شي هون يا إخواني، أنا راجع الدورية، ما في شي هون يا إخواني، أنا راجع الدورية، ما عاد شفتون، خليك منتبه، ما عاد شفتون، خليك منتبه، واحد منا صار عم يقوصوا علي أولاد الكل، أنتوا كلاب ونحن ذياب، إخواني تعوا هون، زبوني درون، درون، سمعت صوت انفجار، رايح شوف شو القصة، سمعت صوت انفجار، رايح شوف شو القصة، هذا أنت يا أخي، مين هناك؟ مين عم يركض؟ مين هون؟ مين في؟ مات! عم يصطادونا واحد واحد! مات! عم يصطادونا واحد واحد! حدا سمع هالصوت؟ إزاز! إبلي! من وين عم يجي هالضرب؟ من وين عم يجي هالضرب؟ عم يقتلونا! يلا نجيب أجلون! عم يقتلونا! يلا نجيب أجلون! هرب الجبان! رايح وراه! هرب الجبان! رايح وراه! دير بالك أخي! ما في مشكلة هون! ما في مشكلة هون! ماشي! خليك صاحي! هدوء هون! في شي عم يصير؟ كل شي تمام بمحلي، كل شي تمام بمحلي، يمكن شفت شي من محلي، استنى، يمكن شفت شي من محلي، استنى، ماشي، دير بالك أخي، خلي اللاسلكي شغال، ما عندي شي بلغ عنه، رح ضل هون عم دور، ما عندي شي بلغ عنه، رح ضل هون عم دور، كتير منيح أخي، خليك صاحي، اللمبة، شو القصة؟ ما شفت أثر إله، لسه عم دور، ما شفت أثر إله، لسه عم دور، فهمت عليك أخي، دير بالك اوه تعوا هون في ميت اخواني تعوا لهون اخواني تعوا لهون رح كسر راسك العمى انبطحوا لك انبطحوا شو عم يصير هنيك شو عم يصير هنيك مالن على اللاسلكي في شي غلط خليك بموقعك بعدنا شباب يشوفوا وضعهم العمى مين فتح الشبابيك تمام خليك صاحي سامع خليك عمي تدور مفهوم خليك محلك كويس خليك صاحي ماشي يا اخي خليك مركز تمام خليك عم يدور سامع خليك عم يدور بنفس الارني ماشي خليك عم يدور شو وضعك ماشي اذا تغير شي خبرنا فهمت عليك اخي خليك مركز تمام اخي خليك محلك مفهوم خليك صاحي سامع خليك عم يدور تمام خليك عم يدور سامع خليك عم يدور بالنص على جهة الشرق على الشمال على جهة الشمال الشرقي الشمال الغربي الجهة الجنوبية على الجنوب الشرقي على جهة الجنوب الغربي على الغرب هون قدامنا مسافة بعيدة عم يقربوا عم يقربوا عم يقربوا مسافة متوسطة مسافة متوسطة مسافة متوسطة مسافة بعيدة مسافة بعيدة فوق صوبوا لفوق فوق صوبوا لفوق فوق فوق بالعالي فوق فوق بالعالي فوق فوق بالعالي على يسارنا على يميننا هنيك طلع هنيك على البلكون في واحد عند البرميل شايف واحد ورا الحاجز عدو عند حاجز الاسمنت شايف واحد بالحمام ليكو جنب التخت عدو بغرفة النوم العدو بين البنايات في واحد عند البناية اوصوه هلا شجرات
شايفه؟ في زلمة عند السيارة السوداء، ليكو هنيك جنب السيارة تنبر، عند السيارة الرمادية هديك، شايف واحد عند سيارة الشرطة، عند السيارة الفضية هديك، على الممر، شايفه؟ ليك جنب الكرسي، هو جنب الكنباية، في واحد بالساحة، اخواني صندوق، عند الصندوق، شايف واحد ورا الصناديق، شايف واحد جنب المكتب، شايف واحد بغرفة الأكل، شايف واحد عند الحاوية، عسكري عند المدخل، شايف واحد برا، عسكري بالحائل، طلع هنيك ليش بالطويل؟ هن بالمدخل، في واحد جنب البيت، في عدو جوا، فتح المطبخ، في واحد بالجنينة، هو عند سيارة البيك اب، شايفه؟ ليكو ورا هداك العمود، ليكو ورا الزريعة، عدو جنب الحرف، عدو عدو، هنيك بالشارع، واحد عند الأنقاض، هو عند كياس الرمل، دير بالك أخي، عدو على الرصيف، عدو على الدرج، عند الشارع، أوصوا أخي، في عدو جنب الزبالة، شايف واحد عند سلة الزبالة، في حركة عند الشجرة، ليكو تحت الشجر، واحد على الشباك، على الطابة الأرضي، على الطابة الأول، على الطابة الثاني، هنيك على البلكون، عند البرميل، عند البراميل، عند الحاجز، جنب الحاجز، عند الحمام، جنب التخت، عند غرفة النوم، بين هالبنايات، جنب البناية، عند الباص، جنب الشجرات، جنب السيارة، جنب السيارة السوداء، عند السيارة الزرقاء، جنب السيارة المحروقة، جنب السيارة الخضراء، عند السيارة الرمادية، سيارة الشرطة، عند السيارة الحمراء، جنب السيارة الفضية، عند السيارة البيضاء، على الممر، جنب الكرسي، جنب الكنباية، هنيك بالساحة، ورا الصندوق، عند الصناديق، جنب المكتب، غرفة الأكل، عند المدخل، جنب الحاوية، عند المدخل، هو برا، عند الحائل، بالعشب، بالمدخل، جنب البيت، هو جوا، بالمطبخ، بالجنينة، جنب البيك اب، جنب العمود، جنب الزريعة، على الحرف، عند الشارع، السطح، جنب الأنقاض، عند كياس الرمل، لك الرصيف، على الدرج، عند الشارع، عند الطاولة، عند الزبالة، جنب سلة الزبالة، جنب الشجرة، عند الغابة، عند الشاحنة، عند الشاحنة المحروقة، جنب الفان، جنب الشباك، طابة الأرضي، إيه أخي، الطابة الأول، إيه أخي، الطابة الثاني، إيه أخي، هو فوق، خليك منبطح، البرميل، أوصوه، الجحش حب يتخبى هونيك، لك الحاجز، ليكو هونيك، أوصوه على الحاجز، طالعوه من محله، شفتوا فات جوا، يلا أخي، اتخذ، شايفه، هو محبوس هنيك، هو هنيك، أوصوه، البناية، إيه شايفه أخي، خليك مركز على الباص أخي، ما راح يحموه، أوص لك أوص، أوصوه أوس على السيارة، دور على السيارة السوداء، هو هونيك أكيد هونيك، أوس على السيارة الزرقاء أخي، هالكتلة المصدية ما رح تحميه، السيارة الخضراء، ماشي، السيارة الرمادية، إيه أخي، عند سيارة الشرطة، شايفه، شايفه أنا كمان، السيارة الحمراء، السيارة الحمراء، أنا كمان شايفه، عند السيارة الفضية أخي، ليكو، عند السيارة البيضاء أخي، إيه هنيك، على الممر، لك على الممر، الكرسي شايفه، كنباية، شايفه، شايفه بالساحة، يلا عليه إخواني، ما فيه يتخبى اقتلو صناديق شايفه المكتب شايفه غرفة الأكل شايفه وأوصوا لكان هنيك أخي أوص هالبغل عند المدخل أوصوه ليكو برا تركولي إياه يلا شباب تحركوا بالعشب أخي أوص لك أوص حرك أخي عند البيت إيه شايفه جوا هنيك تركولي إياه المطبخ مفهوم الجنينة ليكو هاد واحد منهم أوصوا على البيك أب العمود يا أخي أوص الزريعة إيه أخي أوص إيه الحرف شايفه الشارع اخي اوصون حركوا بسرعه شايفنا من محله خليين ابره هناك اوصوا حواليهم الرصيف اخي اقتلوا يلا الدرج سمعتك اخي راح يموت مثل الكلب بالشارع جنب الطاوله ايه شايفه ايه عند الزباله شايفه هالجربوع اوص هالكلب اخي شايفه اوص على الشجره اخي ايه ليكو هناك اوص على الشجر شايفه اوص على هديك الشاحنه هالكتله المصديه ما راح تحميه هناك دير بالك على الفان اخي شايفه من هون راح يوصلوا لعنا عساكر عساكر قراب عدو قريب جهز لحالك اخي العساكر قراب من موقعنا شايف عساكر مسافه متوسطه بالنص ضبطوا نواديركم مسافه متوسطه ليكن جايين عساكر من بعيد شايفينهم هنيك من بعيد ركز منيح عساكر من بعيد هنيك فوق الافق فوق 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 بالعالي هنن فوق جندي معادي يلا اوس هنيك عم يتحرك عم يتحركوا عم يتحركوا ما عندهم حمايه أوزو عم برمي قنبلة يدوية قنبلة اهتموا ديروا بالكن قنبلة مولوتوف ديروا بالكن صاروخ انبتحوا قتلتو شعلت المولوتوف ما معها رصاص احميني دير بالك علي يلا 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 خليكن عم تأوزو حصرون واحد من نساط ساعدوه ما راح نوقف راحت عليكن للذيب موت مالكن محل هون راح اطيح روسكن راح ندفنكن هون من خاف منكن راح تموتوا تمام لك انتبه وين عم تقوس ايه شايفهم ما شايفهم جابوا مروحية دبابة دبابة جايين هون وقعت المروحية لا دبابتكن راحت باي باي ما في شي هون ما في شي هون مفهوم خبرني شو عم يصير ما في شي هدوء لحد هلأ ما في شي
هدوء لحد هلا. كل شيء تمام هون اخواني، ما في شيء. كل شيء تمام هون اخواني، ما في شيء. ما عاد شفتن، ما عاد شفتن. قتل واحد منا، يلعن حظي. ليكن هون، ليكن هون، رح نبكيكن دم. هون، ليكن هون. انصبت. عندن درون، عندن درون. انفجرت قنبلة جنبي، رايح هونيك، جهزوا حالكن. انفجرت قنبلة جنبي، رايح هونيك، جهزوا حالكن. مين هونيك؟ مين عم يعمل كل هالضجة؟ مين هونيك؟ حكينا. واحد منا مات. يلا يلا كمشولنا لقاتل. واحد منا مات. يلا يلا كمشولنا لقاتل. شو هاد كمان؟ قنبلة. ديروا بالكن. مين عم يقوس؟ حدا يخبرنا. مين عم يقوس؟ حدا يخبرنا. صاروا عنا، وقتلوا واحد منا. صاروا عنا، وقتلوا واحد منا. نفذ ابن الكلب، رح دور عليه. نفذ ابن الكلب، رح دور عليه. مفهوم. دير بالك من الأركان. كل شيء تمام بمنطقتي. كل شيء تمام بمنطقتي. مفهوم. في خبر جديد؟ ما في شيء هون، أنا منيح. ما في شيء هون، أنا منيح. حدا سمع هالصوت؟ في شيء غلط، رايح شوف. حدا سمع هالصوت؟ في شيء غلط، رايح شوف. مفهوم. خبرنا شو بتلاقي. شو هاد؟ ظن كل شيء تمام، رح كمل دوريتي. ظن كل شيء تمام، رح كمل دوريتي. ماشي خيو، خبرني إذا شفت شيء. مين ضرب اللمبة؟ ما راح بعيد، رح لاقيه. ما راح بعيد، رح لاقيه. فقد كل زاوية، لا تخليه فاجأة. اخواني في جسة، لازمني دعم، لازمني دعم. كمسك يا واطي. حد عم يقوس؟ حدا شاف شيء؟ حدا شاف شيء؟ حدا يخبرني. حدا شاف شيء؟ حدا يخبرني. في شيء غلط، ما حدا عم يرد. ماشي مفهوم. انت وانت روح شوف شو القصة. شباك؟ مين فتح هاد؟ جنب المركز، عالجهة الشرقية، جهة شمالية، عالشمال الشرقي، عالجهة الشمال الشرقي، جنوب موقعك، عالجهة جنوب الشرقي، عالجنوب الغربي، عالجهة الغربية. شايفون؟ جهزوا سكاكينكن، هونيك بعيد، صوبة قريب، صوبة قريب، صوبة قريب، بالنص، 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 هونيك بعيد، هونيك بعيد. طلع على فوق، طلع فوق، فوق على الأرض المرتفعة، فوق على الأرض المرتفعة، فوق على الأرض المرتفعة. فوقنا، على يسارنا، على اليمين، هنيك هنيك. شايف واحد على الطابق الرابع، انت بالطابق الخامس، تبع الخلطة. شايف واحد عدو على البلكون، في واحد على البار جنب البرميل، هنيك هو. في واحد على البرميل الأزرق، في واحد ورا الحاجز. شايف واحد عن حاجز السمن، عدو بالحمام. ليكو هون جنب التخت، فات على غرفة النوم بين البنايات. ليكو شايف واحد عند البناية، هني عند البلدوزر. اطلع أخي عند الشجرات، في عدو بالكافيتيريا. شايف واحد على السيارة السوداء، في حركة جنب السيارة الطنبر المدبرة. دير بالك على السيارة الرمادية. شفت شي هونيك عند سيارة الشركة؟ ليكو طلع هونيك، لك طلع هونيك على السيارة الفضية. هو على الممر، اوصوا اوصوا. ليكو هون جنب الكرسي، هني بالكنيسة، عدو عند برج الساعة، هني بالمجمع اخواني، هني بالزاوية، هون جنب الكنباية، عدو عند الكاونتر، بالساحة، ليك بالساحة، عسكري عند الصندوق، في واحد ورا الصناديق. شايف واحد على الصناديق الذخيرة، في عدو بالسرداب، جنب المكتب، اوصوا، هو بغرفة الأكل، في عدو عند الحاوية، هو عند المدخل، اقتلوه، عسكري برا، في حدا عم يتحرك بالحال، هني على البوابة الإمامية، في عدو بجنينة، عم يتحركوا بين العشب، شايفهم بالمقبرة، شايفهم بالبيت البلاستيكي، في واحد بالطابق الأرضي، دير بالك على المدخل، في واحد جنب قومة القش، واحد عند الحاجز، هني عند المشفى، جنب البيت، اوصوا، جوا، ليك جوا، شوفوا المطبخ. شفت واحد فات هونيك؟ شايف واحد؟ هني عند السلم. شايف واحد على البحيرة؟ شايفن؟ بغرفة الأرض. شايفن بالصالة؟ هني بالقصر. أداء بمبنى الرادفع الرشاش، هني بيعش الرشاش. عدو بالمكتب، عدو بالمصرف، هونيك بجنينة، أوصوا. هني عند السياج. شايف واحد عن سيارة البيك أب، البيك أب أخي. شايف واحد عن العمود، شايف واحد عن الزريعة، ديروا بالكم على المسبح. شايف واحد، في عدو بكشك المسبح، عدو عند طاولة البيار، هو جنب الحرف. في واحد على الشارع، هنيك جنب الأنقاض، ديروا بالكم على كيس الرمل، هن على الرفوف، هنيك جنب الرصيف، عند الدرج اقتلوا. شايف واحد عند الشارع، عدو جنب المركبة التركيكية. شايف واحد عند الدبابة المدبرة. شايف واحد عند زبالة، في واحد جنب سلة زبالة. شايف واحد عند الشجرة، شايف واحد بين الشجرة. في واحد على الشاحنة الخضراء، في واحد على الشاحنة البيضاء، عدو بغرفة القاضة. هنا الحيط، الحيط، انتبه على الشباك اخي، عالطابق الارضي، عالطابق الاول، عالطابق التاني، الطابق الرابع، الطابق الخامس، بالخلطة، عالبلكون، جنب البار،
عند البريبيل جنب البمير الأزرق عند الحاجز جنب الحاجز عند الحمام جنب التخت عند غرفة النوم جنب البناية البلدوزر عند الباص جنب الشجرات جنب الكافيتيريا جنب السيارة جنب السيارة السوداء عند السيارة الزرقاء جنب السيارة المحروقة جنب السيارة الخضراء عند السيارة الرمادية عند السيارة الحمراء جنب السيارة الفضية عند السيارة البيضاء على الممر جنب الكرسي بالكنيسة جنب برج الساعة بالمجمع بالزاوية جنب الكنباية عند الكاونتر بالساحة عند الصناديق جنب الصناديق الذخيرة بالسرداب جنب المكتب غرفة الأكل عند المدخل جنب الحاوية على البوابة الأمامية بالجنينة بالعشب بالمقبرة البيت البلاستيكي بالطابق الأرضي بالمدخل عند قومة القش عند الحاجز عند المشفى بالمطبخ جنب السلم جنب البحيرة بغرفة الأرض بالصالة بالقصر بمبنى المدفع الرشاش بعش الرشاش بالمكتب بمصف السيارات عند السياج جنب البيكاب جنب العمود جنب الزجريعة عند المسبح بكشك المسبح جنب طاولة البيار على الحرف عند الشارع السطح جنب الرفوف ليك الرصيف على الدرج عند الشارع عند الطاولة جنب المربع التكتيكية جنب الدبابة المدبرة عند زبالة جنب سلة زبالة جنب الشجرة عند الغابة عند الشاحنة عند الشاحنة المحروقة جنب الشاحنة الخضراء جنب الشاحنة البيضاء جنب الفان غرفة العادة جنب الحيط جنب الشباك ايه الطبق الأرضي لك بعرف ايه الطبق الأول لك شايف طبق التاني ايه صبته طبق الرابع شايفون شلفون بلينا هونيك الخلطة تا شايفون ما رح نخلي يسيبنا من محله اوصو عند البار تركوا علي لفوا من حواليه اوس على البريمير يا اخي ايه بميل الازرق شايفه لف علي يا اخي الحاجز ايه يا اخي خلونا نفوت رح جيب اجله يمكن عم يدور امه شايفه تحركوا انتم محتميين نزل البناية على راسه لا تخلوه يتقدموا ما شايفه خلي عينك على الباص قوس على الشجرات اقتله يلا كافيتيريا شايفه ايه اخي السيارة شايفه السيارة السوداء ايه اخي دير بالك على السيارة الزرقاء اخي صور على السيارة القديمة اخي ايه اخي السيارة الخضراء شايفه هو عند السيارة الرمادية ما رح ينفد منا السيارة الحمراء شايفه قوسوا هلا على السيارة الفضية قوس على السيارة البيضاء شايفينه هونيك ما هيك اخي لك شايفه كرسي موحد جيروا عجلا ايه شايفه هونيك ما تخلون يطلعوا بالزاوية شايفون كنباية فهمت ايه اتركوا علي حاصرن رح نجيب اجلن هون اذا شفتوه اوصوه صناديق ايه ما فيه تخبى ما تخليه ياخذ الذخيرة رح نقبره هونيك مع التنين المكتب صبته هونيك محل ما رح يموت ما رح ينفد منا شايفه الكلب شايفه اوصوا عند المدخل شايفه يلا شباب تحركوا لا تتركوه يتخبى مدخل ماشي رح نسوي سماد لجنينة قوس على عشب يا اخي رح ينقبر هونيك بيت البلاستيكي ماشي طب الارض شايفه ما في محل يهرب قمت القش جحش هيدا عند الحاجز اتركوا علي ايه خيي شايفون اوصوا على البيت فوتوا لهونيك متخبي مثل النسوان لكن اوصوا عشو ناطرين بحيرة ماشي بغرفة القعد ماشي بالصالة ماشي بالقصر ايه خيي طلوون صافوون ايه شايفه اخي بمصف السيارات ماشي جنينة ايه اخي ما تخلوني اربو سيارة البيك اب ايه اخي ايه العمود شايفه ايه الزريعة شايفه انا كمان المسبح اتركوا علي ايه شايفون طاولة البيار ماشي قوس جيب اجله بالشارع اقتلوا يلا انتبعوا عروسكن لا تخلوا يصيبكن الانقاذ ايه اخي ما فينا نصيبه هو متخبي لفوا عليه رفوف ماشي عالرصيف جيب اجله درج ايه صبته ايه بالشارع شايفه ليك الطاولة شايفه اخي ما تخلون يهربوا دبابة المدمرة شايفون قوس جنب الزبالة لك قوس طلع الصرصور قوسوا يلا عند الشجرة شعل الغابة فيه اذا فينك هو هونيك الشحنة يا اخي قلتلو لك اخي صوب على الشحنة العطيئة شحنة الخضراء ماشي شحنة البيضاء ماشي لف عليه واخضره غرفة القعدة شايفون شايفون ايه هونيك عند الشباك شايف على اليمين هن قدامنا طلعوا على اليمين رح تشوفون ديروا بالكم على جهة اليسار شايفون ديروا لورا هن ورانا تبعوا لورا هن على اليمين هن ورانا اخواني على جهة اليسار شايفون دي
ديروا بالكم على جهة اليسار! صاروا عنا! جهزوا سكاكيكم! ليكن! صاروا هون! العساكر قراب! شيفوا قدامي! أعداء! الأعداء عم يقربوا! أعداء! مسافة متوسطة! طلعوا هنيك! مسافة متوسطة! مسافة متوسطة! هنيك يا أخي! هنيك! هنيك! بعد كتير! اطلعوا هنيك! استخدموا نواديركم! أعداء من بعيد! استخدموا نواديركم! عساكر! فوق رفق! عساكر! فوق بالعالي! عساكر! فوق! عساكر! فوق! عم يهجمونا من فوق! أعداء! أعداء! هني برا التغطية! أوصوا! جندي! جندي عدو! جنود! عم يغيروا مواقعهم! عم يعبروا أرض مفتوحة! عم برمي قبلة عمياء! رمي دبلة! سكروا عيونكم! قبلة! انتبهوا! عم يرموا مولوتوف! في قناص هنيك! قتلنا المدفع الرشاش! قتلنا حامل الار بي جي! قتلنا قناص! إيميت! عم برمي مولوتوف! لازمني مخزن! صاروخ! خد موقعي! اعطيني تغطية! لازم نتحرك! أوصوا يلا! ما تخليهم يتنفسوا! ما في حل تاني! ما في حل تاني! ما رح نوقف! راحت عليكم! للديب! موت! مالكن محل هون! رح أقطع روسكن! رح ندفنكن هون! ما بنخاف منكن! رح تموتوا! فهمت! لك العمى بعيونك! قوصن! لا تقوصني! شايفن! وين؟ ما شايفه! تبع جهة اليمين! قدامنا تماماً! هني قدامنا! هني قدامنا! على اليمين! قدامكن! شوي على اليسار! ورانا! ورانا! ورانا على اليمين! ورانا على اليسار! على جهة اليسار! شايفن! صاروا عنا! طلوهن! هني هنيك! مسافة بعيدة! هني قراب! قربوا علينا اخواني! شايفن! مبعاد! الكلاب صاروا هون! صاروا ضمن جماعه المتوسط! زبوا نشاتكن! متوسط! صاروا ضمن مجال متوسط! شايفن من بعيد! لكن بعيدين من بعيد! اوصوهن! صوبوا قلع! هني فوق! عم يستولوا على الأرض المرتفعة! طلعوا فوق! هني فوقنا! انتبهوا على الأرض المرتفعة! هني فوق بالعالي! عندهم مركبة مدرعة! بعتين لعنا مركبة مدرعة! في سيارة جاية لعنا! مروحية! احتموا يا شباب! جبنا! يحتموا بالدبابات! عم يستعملوا بيكوب! شاحنة معالية جاية لهنا! في مركبة جاية! دمرنا مركبة المدرعة! مركبتكن راحت فيها! ايه! دمرنا السيارة! دمرنا مروحتن! دمرنا الدبابة! ما حدا فينا علينا! البيكوب تبعهن دمرت! وقفنا شاحنتن! دمرنا المركبة تبعهن! المنطقة آمنة أخواني! المنطقة آمنة أخواني! تمام! في شي غريب؟ كل شي تمام! ما في شي لحد الله! كل شي تمام! ما في شي لحد الله! اخواني ما فيش تقلقوا منه كله تمام اخواني ما فيش تقلقوا منه كله تمام ما عدا لقيتن حدا شايفن ما عدا لقيتن حدا شايفن اخونا مات دوروا عليهن عم يقصوا علي رح نسرخك يا خنزير عسكري عسكري صابوني ولاد الكلاب درون درون ديروا بالكن درون درون ديروا بالكن حدا حط قنبله روح شوف شو القصه ديروا بالكن حدا حط قنبله روح شوف شو القصه ديروا بالكن فرجينا حالك سامعك ولا طلع فرجي حالك في حدا هنيك اخي مات مين عمل هيك مات مين عمل هيك كيف صار هيك ابلي بعده هالضرب اجا من قريب جهزونا حالكن هالضرب اجا من قريب جهزونا حالكن عم يقوصوا فينا واحد منا مات عم يقوصوا فينا واحد منا مات دعم مندي رح بلش تفتيش دعم مندي رح بلش تفتيش ماشي جيبولنا راس هالكلب ما في شي هون ما في شي هون تمام تعا اخي خبرنا شو الوضع كل شي تمام هون كل شي تمام هون اخواني عنا مشكلة رايح شوف الوضع اخواني عنا مشكلة رايح شوف الوضع تمام خلي عينك مفتوحة وسلاحك بايدك شو هاد ما شفت اثر للعدو بس في شي غلط رايح شوف مرة تانية ما شفت اثر للعدو بس في شي غلط رايح شوف مرة تانية طيب اخي لا تقلق من شي شو صار لللمبة؟ هو قريب حاسس بوجوده هو قريب حاسس بوجوده مش لي هالكلب أخي ها؟ لا لا جسة ميت واحد منا تعالوا لهون إخواني فورا تعالوا لهون إخواني فورا ما في مهرب مني عم يقصوا علي معهم كواتم إخواني شو عم يصير؟ إخواني شو عم يصير؟ إخوانا ما عم يستجيبوا أكيد عنا مشكلة خليك محلك أخي اترك الموضوع علينا حدا منكم فتح الشباك؟ في المركز شرق شمال شمال شرقي شمال شرق موقع جنوب جنوب شرقي جنوب الغربي غرب شايف هون تقريبا هون من بعيد قريب 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 بالنص 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 من بعيد من بعيد صوبوا لفوق صوبوا لفوق فوق 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 فوقنا على اليسار على اليمين جندي هني بالتابع الارضي هني بالتابع الثاني هني بالتابع الثالث شايف واحد على التابع الرابع
هدو ورا الحاجز هنيك ورا حاجز الاسمنت راح الحمام هو جنب التغط في واحد بغرفة النوم هنيك جنب البناية هو هنيك هنن عند البلدوزر شايف واحد عند الباص في واحد من الشجرات في عدو عند الكافيتيريا انتبه عند حديقة سيارة عدو عند السيارة صودا في عسكري عند السيارة الزرعاء هنيك عند السيارة زرعاء اسكري جنب السيارة الخضراء اسكري جنب السيارة عرمادية اسكري جنب السيارة حمراء عدو عند السيارة الفدية شايف واحد عند السيارة البيضة هنيك على الممر هو جنب التخت هنن بالكنيسة عدو عند برج الساعة عدو عند خزاني هنن بالمجمة اخواني هنن بالزاوية ليكو جنب الكنبية عدو عند الكاتوار هسكري بالساعة هنيك عند السرديق يا اخي شايف واحد عند سرديق زخيرة في عدو بالسرداب العدو جنب المكتب العدو بالغرفة العكل انتبه اهداك المدخل هنيك عند الحاوية هنن على البواب العميمية في عدو بالجنينة عدو بين الحشيش شفتون بالمعبرة شايفون بالبيت البلاستيكي في واحد بالطابع الأرضي في عدو بالمدخل في واحد جنب كومة العش واحد عند الحاجز هنن عند المشفى أسكري بالمطبخ شايف واحد هنن عند السلم شايف واحد عند البهيرة شايفون بالغرفة العادة شايفون بالسالة هنن بالقصر عدو بمبنى المدفوع الرشاش هنن بعش الرشاش عدو بالمكتب عدو بالمصاف هنن عند السياج حركة عند سيارة البيكاب في عدو عند حداك العمود عدو عند الزريعة ديروا بالكم على المسبح شايف واحد في عدو عند كشك المسبح عدو الدولة بلياردو هنن عند الحرف عدو بالشارع العدو على السطح هنن عند الرفوف في واحد على رصيف شايف واحد على الدرج في عدو عند الشارع جنب الطاولة عوصوا عدو جنب المركبة التكتية شايف واحد جنب الدبابة مدبلة عند زبالة هو عند سلة الزبالة عدو عند الشجرة في واحد عند الغابة في واحد جنب حديقة الشاحنة هنيك جنب الشاحنة اللي مدمرة في واحد جنب الشاحنة خضرة في واحد جنب الشاحنة بيضة شايف واحد عند الفان عدو بالغرفة العادة هنن عند السور للسور عدو على الشباك طابع الأرضي طابع التاني طابع التالت الطابع الرابع الطابع الخامس بالخلطة البلكون جنب البور لك البراميل جنب البراميل الزرق ورا الحاجز حاجز السمن الحمام جنب التخت بغرفة النوم عند البناية البلدوزر جنب البص عند الشجرات جنب الكافيتيريا عند السيارة عند السيارة السوداء جنب السيارة زرقاء جنب السيارة اندمبرة عند السيارة خضراء جنب السيارة رمادية جنب السيارة حمراء عند السيارة جنب السيارة البيضة على الممر جنب الكرسي بالكنيسة جنب برج الساعة جنب الخزانة بالجمة بالزاوية جنب الكنباية عند الكاتوار بالساعة جنب السردي جنب سردي الزخيرة بالسرداب عند المكتب غرفة الأكل جنب المدخل عند الحاوية عند البواب المامية بالجنينة بين العشب بالمعبرة بالبيت البلاستيكي بالطابع الأرضي بالمدخل عند كومة العش عند الحاجز عند المشفى مطبخ جنب السلم جنب البحيرة بالغرفة عادة بالسالة بالعصر بالمبنى المدفع الرشاش بأش الرشاش بالمكتب بمصف السيارات عند السياج عند البيكاب عند العمود عند الزريعة عند المسبح بكشك المسبح جنب طاولة البلياردو عند الحرف على الشارع على السطح جنب رفوف جنب رصيف عند الدرج بالشارع جنب الطاولة جنب المركبة التكتية جنب الدبابة المدمرة جنب الزبالة عند سلة الزبالة عند الشجرة بين الشجر جنب الشاحنة جنب الشاحنة مدبرة جنب الشاحنة خضراء شايف واحد جنب الشاحنة بيضة عند الفان في غرفة القعدة جنب السور على الشباك الطابة الأرضي ايه سبتو الطابة الأول ايه سبتو الطابة الثاني ايه سبتو الطابة الرابع الطابة الرابع شايفون شلفوا القنبلة الهنيك بالخلطة شايفون ايه هنيك شايفو عند البور تركوا لي اياه البراميل ايه تركوا لي اياه ايه البراميل الزرع ماشي أوش يا أخي لا تخليه يتحرك الحاجز ما راح يحميه الحمام إيه أخي إيه تخت غرفة النوم إيه يا أخي هديك بناية هنيك شايفوه لا تخلونا تعلموا إيه جنب الباص شايفوه أوش أوش على الشجرات الكافيتيريا ليك هنيك دير بالك على السيارة يا أخي السيارة السوداء شايفه أنا كمان إيه السيارة شايفه أوسوا عليا اتلوه شايفه السيارة خضرة أوس إيه السيارة إرمادية هو هنيك إيه السيارة حمراء يا أخي أوس أوس السيارة الفدية شايفه إيه
السيارة بيدها، شايفه؟ أوصوا على الممر، إيه الكرسي، جيبوا أجلون، إيه شايفه هنيك الخزانة، إيه أخي لا تخليهم يطلعوا بالزاوية، شايفون الكنباية، إيه شافوا، إيه اتركوا لي إياه بالساحة، إيه أخي سندي ماشي، لا تخلوني ياخذوا صغيرة، روح نعبره هنيك معدنيين المكتب، ماشي مفهوم أخي، المدخل ايه يا اخي اقتلوه وكبوه جوا الحاولة عند البوابة مامية، راح تسوي سماد الجنينة بالعشب، شايفه راح ينعبر هنيك بالبيت البلاستيكي، ماشي بالتابع العرضي، شايفه بالمدخل، اتركوا لي اياه كومة العش، جهش هذا عند الحاجز، اتركوا لي اياه، ايه يا اخي شايفون، ايه المطبخ شفته انا كمان، لكن شو شو نادرين البحيرة، ماشي بالغرفة عادة، ماشي بالصالة، ماشي بالقصر، ايه يا اخي ادلون صفون، اي شايفوا يا اخي بالصف السيارات، ماشي لا تخلون يهربوا، ايه البيك اب اوصوا يا اخي، صوب على العمود يا اخي، عوز الزريعة يا اخي، مسبح تركوا علي، ايه شايفون تولد بالياردو، ماشي الحرف، ايه يا اخي ايه شارع شايفوا، ايه سطح شايفوا، رفوف ماشي، ايه رصيف شايفه الدرج، ماشي شارع اخي اوص التاولة، ايه اخي لا تخلون يهربوا، دباب مدمرة شايفون زبالة، احسن محل لك كلب مثله، فرجوه شو منعمل بالجربيع، ايه هديك الشجرة يا اخي اوص اخي، خليه نبر هنيك لك الشاهنة، اوص على الشاهنة، اوصوا علي اتلوه شاهنة خضرة، ماشي شاهنة بيضة، ماشي ايه فين لك شايفه شايفه بغرفة القاعدة، شايفون شايفون شايفه، خليكن منبطحين، شايفهم على اليمين هنن قدامنا، اطلعوا على اليمين راح تشوفهم، ديروا بالكن على اليسار شايفهم، ديروا لورا هنن ورانا، انتبهوا لورا هنن على اليمين هنن ورانا اخواني، على اليسار شايفهم، دير بالكن على اليسار، صاروا فوقنا صاروا عنا، قوم يا اخي لقدوا قدامنا لقدوا قريب، القعدة عجايين مسافة متوسطة بالنص شايفون، الساكن على مسافة متوسطة هناك شايفن من بعيد، هنيك من بعيد صوب منيح يا اخي، طلعوا هنيك مسافة بعيدة، لكن هنيك لفوق صوبوا لفوق، انتبهوا فوق بالعالي، انتبهوا فوق بالعالي، انتبهوا فوق هنن فوق صوبوا لفوق، هنيك يا اخي شايفون، لكن هنيك أوسو شايف واحد عدو، جنود العدو عم بتحركوا، جنود من خلا عم ارمي قنبلة، قنبلة انبطحوا، مولوتوف صاروخ في الناس، نيك قتلنا اللي المدفع الرشاش، قتلنا الحامل الار بي جي، قتلت الناس، موت يا ابن الكلب، عم ارمي مولوتوف لازم خرطش، صاروخ غطوني غطوني اتحركوا، يلا أوسو خليهم بحفرون، أوسو مات مستعد موت بس كرمال بتمحكون بعيدي، راحت عليكم راح يتعر روسكم وكل شي غالي على قلبكم راح يولع، نحن القتلة نحن زاب، روحوا لعن معاتكم ما راح نوقف، ما منخاف منكم مالكم محل هون، الغرب راح يتعلم، ايه اخي هاجت اوصني شايفهم انا كمان، ما شايف شي متأكد، انتبهوا على اليمين قدامنا تماما، هن قدامنا هن قدامنا على اليمين قدامكم شوية على اليسار، ورانا 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 على اليمين هن ورانا على اليسار، اجهد اليسار شايفون صاروا عنا على تلوان، هن هنيك مسافة بعيدة، هن عرب قربوا لنا اخواني شايفهم مو بعاد، هل الخياب صاروا هون صاروا دم المجال متوسط متوسط، صاروا دم المجال متوسط شايفهم من بعيد، ليكن مبعينين من بعيد، أوصون صوبوا أعلى هنن فوق مستولي على الأرض العالية، اطلعوا فوق هنن فوقنا، انتبهوا على الأرض العالية هنن فوق بالعالي، عندهم مركبة مدرعة بعتين لعنا مركبة مدرعة، في سيارة جاي عنا عم استعملوا بيك أب شاحنة عدو جاي لعنا، في مركبة جاية دمرنا مركبتهم المدرعة، هاها مركبتهم راحت فيها دمرنا السيارة، البيك أب تبعهم دمرت وقفنا شاحنتهم، دمرنا المركبة تبعهم، ما تأتي أمنة ما تأتي أمنة، فهمت شو الوضع عندك، ما في أسر اللون هون أخي، ما في أسر اللون هون أخي، ما في شي هون أخواني أنا راجع على الدورية، ما في شي هون أخواني أنا راجع على الدورية، ما عاد شفتهم خليك منتبه، ما عاد شفتهم خليك منتبه.
واحد مني صعد امني عوسوا عليه ولاد الكلب انتو كلاب نحن زياب اخواني تعوا هون سبوني درون درون سمعت صوت انفجار راح اشوف شو اسر سمعت صوت انفجار راح اشوف شو اسر هادي انت يا اخي مين هنيك مين يام يركض مين هون مين في مات عم يصطادونا واحد واحد مات عم يصطادونا واحد واحد حدا سمع صوت عزاز قون بلاي من وين عم يجي الضرب من وين عم يجي الضرب يلا نجيب الجلون هم يقتلونا يلا نجيب الجلون هم يقتلونا هرب الجبان رايح ورا هرب الجبان رايح ورا دير بالك يا اخي ما في مشكلة هون ما في مشكلة هون ماشي خليك صاحي هدوء هون في شي عم يصير كل شي تمام بمحلي كل شي تمام بمحلي يمكن شفت شي من محلي استنى يمكن شفت شي من محلي استنى ماشي دير بالك يا اخي خلي لاسلكي شغال ما عندي شي بلغ عنه راح ضل عم دور ما عندي شي بلغ عنه راح ضل عم دور كتير منيح اخي خليك صاحي اللمبة شو لسه ما شفت عصر إله لسه عم دور ما شفت عصر إله لسه عم دور فهمت عليك اخي دير بالك تعوا هون في ميت اخواني تعوا هون اخواني تعوا هون راح يكسر راسك العمى انبتحوا لكن انبتحوا شو عم يصير هنيك شو عم يصير هنيك مانن على لاسلكي في شي غلط خليك موقعك بعدنا الشباب يشوفوا ودعون العمى مين فاتح الشبابيك